بلوى عدد منافاته الذي يسدد الكرة في مرمى الحارس سليم نمري. هدفين لهدفين، هدفين لهدفين. نعم طوا حسين اديو اكيد انه يهدي هذا الهدف لصديقي او رفيق دربه ولله سبحانه وتعالى الذي اهدى هذا الهدف، هدف تعادل في وقت مهم جدا للمنتخب الوطني الذي ضيع سيلا من الفرص خلال الجوله الثانيه. اهدى منافاتي لاعب ممتاز جدا، ان الاعاده الخيار فرضي، لاعب ممتاز جدا، ربح كبير لكره القدم الوطنيه. هذا اللاعب بكل امانه لاعب ربح كبير لكره القدم الوطنيه بكل امانه. ادم النفاتي نفاته بشريه، لاعب